الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيدة سعد الهاشمي عمار عائشة. إن هذه الدفعة المتخرجة قد تلقت تكوينا عسكريا نظريا وتطبيقيا متكافئا ومتوازنا منحها قدرة عالية من الكفاءات ستؤهلها مستقبلا إن شاء الله لأداء مهامها بكل ثقة واقتدار، خاصة في مجال الطيران. إننا لا يمكن أن نتكلم عن نجاح مدرستنا دون التطرق إلى المجهودات الجبارة المبذولة من قبل جميع أفراد هذا الصرح التكويني، خاصة منهم فئة الإطارات وسلك الأساتذة والمدربين في مختلف الاختصاصات الذين أدوا ما عليهم بكل صدق وإخلاص، يحدوهم حبهم لعملهم النبيل ووفائهم لوطنهم وللمنظومة التكوينية.